أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها البالغة بالحديث مع السيدات مصر الملهمات. نشرت السيدة انتصار السيسي صورا لها مع عدد من سيدات مصر الملهمات على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت السيدة انتصار السيسي قد شاركت في احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار المرأة المصرية أيقونة النجاح. وأكدت السيدة انتصار السيسي على حرص الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل. كما أعربت عن خالص تقديرها لكل امرأة حول العالم، خاصة المرأة المصرية، داعية الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن حتى يتم تحقيقها.